عقد الجهاز الوطني للإيرادات ورشة عمل للمعنيين في قطاع البيع والتجزئة حول القيمة المضافة، تتضمن المفاهيم الأساسية المتعلقة بالقيمة المضافة والسياسات الخاصة بهذا القطاع وضمان تطبيقها بصورة صحيحة، وذلك استمرارا للبرنامج المكثف لورش العمل والفعاليات التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة، والذي بدأ تنظيمه بداية ديسمبر الماضي قبل بدء سريان القيمة المضافة الفعلي مع بداية العام الجاري. وأشار الجهاز الوطني للإيرادات إلى أن البرنامج سيتابع أنشطته وسيتم التوسع فيه ليشمل معظم القطاعات الحيوية في المملكة، وذلك للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالقيمة المضافة بما يكفل تحقيق التطبيق السليم. وخلال الورشة التي حضرها 182 ممثلا عن 107 منشآت، تم استعراض آليات تطبيق القيمة المضافة والجوانب الفنية والتنظيمية المتصلة بها، والاطلاع على التجربة الافتراضية التي يوفرها مركز العرض، والتي تعتمد على أساليب تعلم مبتكرة تسهم في زيادة المعرفة لمساعدتهم على تحقيق التطبيق السليم للقيمة المضافة وتقديم كافة المعلومات التي تسهم في تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفعالية، خاصة ما تتطلبه هذه القطاعات من جوانب فنية، وتعريفهم بالآليات والجوانب الفنية والتنظيمية للقيمة المضافة والرد على كافة الاستفسارات المعنية بذلك.